Assalamu alaikum. Now we are going to discuss anti-Parkinsonian drugs or pharmacotherapy of Parkinsonism. First, what is the meaning of Parkinsonism? This is a progressive neurodegenerative disease characterized by degeneration of nigrostriatal dopamine neurons. This is the second most common neurodegenerative disorder after Alzheimer's disease. We can affect 1 to 2% of general population above 65 years. We have four cardinal signs of Parkinsonism. First, اللي هي البراديكينيزيا أو البراديكينيزيا ودي بتبقى essential يعني لازم تكون موجودة أثناء الدياجنوزيس. Arresting tremors with muscle rigidity and postural instability. فده الترياد بنسميه باركنسون ترياد. Essential ان يكون موجود البراديكينيجيا ممكن associated مع tremors او muscle rigidity. This will be sufficient to ان انا diagnose Parkinsonism لكن ممكن طبعا الاثنين يكونوا موجودين. What are the causes of Parkinsonism؟ هنا في نقطة مهمة جدا، إيه الفرق بين كلمة باركنسونيزم وباركنسون ديسيز؟ لأن في ناس بتتلخبط ما بينهم. باركنسونيزم هي الكلينيكال بيكتشر اللي إحنا قلناها، ريجيديتي، تريمورز، براديكاينيجيا. الترياد ده يبقى ده باركنسونيزم. لو كان ليه سبب يعني سكندري زي فيرال انكيفاليتس زي ما إحنا شايفين، أو ممكن يكون سكندري لفاسكولار زي بوست ستروك، أو انفيرومنتال توكسين زي الإم بي تي بي أو سي أو. أو drug induced زي ما هندسكاس كل ده بسميه إيه؟ secondary parkinsonism أو pseudo parkinsonism due to كذا سبب كوز معين فبالتالي لازم أعالج السبب ده. أما لو ما لقيتش سبب خالص يبقى أسميه idiopathic وده بيبقى فيه genetic role وكذا ده اسمه الباركنسون ديسيز. يبقى الباركنسون ديسيز ده subtype of parkinsonism نوع من الباركنسونيزم idiopathic ملوش سبب وبيبقى genetic role مهم جدا فيه. نيجي بقى الأهم واحد في دولة اللي احنا هندسكاس بالنسبة لنا في الفارماكولوجي وهو Drug Induced Parkinsonism. في أدوية ممكن تعمل Parkinsonism أو تديني الكلينيكال بيكتشر دي Rigidity, Tremors and Bradykinesia؟ Yes. أول واحدة وأشهر مجموعة هي مجموعة الأنتي-سايكوتيك دراجز التيبيكال بالذات وأشهرهم طبعا في السوق اللي هو الهالوبريدول. ولذلك لو عيان عنده باركنسون ديسيز وبعالجه بانتي باركنسونيان دراجز وحصلت سايكوتيك سيمتومز اتجنب تماما الهالوبريدول. ليه؟ لانه بيعمل بلوكيد للدي 2 ريسبتور وبالتالي بيؤدي الى باركنسونيزم. انتي ايميتيك دراجز زي الميتوكلوبروميد وكلنا نعرفه اللي هو البرين برين في السوق نسمع عنه وده برضه بيبلوك الدي 2 ريسبتور في البيزل جانجليا فبيقلل الاكشن اوف دوبامين في البيزل جانجليا. الريزربين والتترا بينازين ودولت بنسميهم ال في مات اي اللي هم الفاسكولار مونو فيزيكولار مونو امين ترانسبورتر انهبيتورز ودولت بيؤدوا الى انهبيشن للفيزيكولار ترانسبورت ان الدوبامين يخش جوه الفيزيكلز فبيبدا الدوبامين بيبقى موجود بره ويتكسر فبيؤدي الى ديبليشن اوف دوبامين ستورج. المجموعه دي من الادويه بتستخدم في علاج الهانتنجتون كوريا وال التارديف ديسكاينيجيا او الديسكاينيجيا. اخر حاجه مجموعه من الادويه اللي هي الميثايل دوبا اللي هو الالدوميت وده الالدوميت وده دواء مشهور جدا في علاج الهايبرتنشن في البريجننسي بالذات لانه يعني سيف في البريجننسي الى حد ما. بيعمل انهيبيشن للدوبامين سنسس يبقى زي ما احنا شايفين كلهم اما انه بيبلوكيد الدوبامين ريسبتور أو يديبليت أو يقلل الستورج بتاع الدوبامين أو يقلل السنسز أوف دوبامين. كل الأدوية اللي بتقلل الدوبامين في البيزل جانجليا ممكن تديني الكلينيكال بيكتشر أوف باركنسونيزم. إذا من أشهر الأدوية اللي بتعمل سودو باركنسونيزم هي الأنتي إيماتيك دراجز زي الميتوكلوبروميد أو البريمبرين والأنتي سايكوتيك دراجز زي الهالوبريدول والثيوريدازين. كل المجموعتين دولت بيعملوا انهيبيشن ل او بلوكيد للدي 2 ريسبتور في البيزل جانجليا وبالتالي بيؤدوا الى ديتيريوريشن للباركنسونيزم سيمبتومز. So should be cautiously used او avoided completely في الباركنسونيان patients. في نقطة مهمة جدا الفور
دوبامينرجيك باسوايز في السي ان اس. الدوبامين مش بس موجود في البيزل جانجلي، ده موجود في اماكن اخرى، فلازم نفهمها بالراحه عشان نفهم السايد افكتس بتاعت الادويه بتحصل ليه والدراج انتر اكشنز اللي ممكن تحصل. في عندي اول باثواي اللي هو النايجرو سترياتال باثواي. النايجرو سترياتال باثواي ودوت بيبقى يعني اسمه، من اسمه نايجرو سترياتال، بيبدا من السبستانشيا نايجرا اللي هي موجوده في الميد برين اللي هو ادي السيل بادي، وبيصب الدوبامين في الاسترياتم فاسمه نايجرو سترياتال. ودوت لما بيحصل في ديفكت او ديكريز في الدوبامين ايذر باي ان انا حصل نيورو ديجنريشن او اني قفلت الدوبامين ريسبتور زي الانتي سايكوتيك او زي ما احنا قلنا او الانتي ايماتيك. المهم نقص الدوبامين في النايجرو سترياتال باثواي اللي فيه البيزل جانجليا بيؤدي الى باركنسونيزم. الباثواي الثاني اللي هو اللي بنسميه ميزو لمبيك وميزو كورتيكال اللي هم باللون الازرق. ميزو يعني من الميد برين، بيبدا من الفنترال تيجمنتال اريا سيل بادي، بيصب الدوبامين في الليمبيك سيستم او في البري فرونتال كورتكس، عشان كده سموها ميزو ليمبيك وميزو كورتيكال. التو باثوايز دولت بيلعبوا رول مهم جدا في البيهيفير. لما بيحصل زياده في الدوبامين في الميزو ليمبيك بيؤدي الى سايكوزز، يحصل العيان يبقى عنده هالوسينيشنز ودلوجنز، تمام، فيديني سايكوتيك سيمتوم. اذا الاثنين عكس بعض، السايكوزز بالنسبه للدوبامين، زياده الدوبامين في الميزوليمبيك تديني سايكوزز، الباركنسونيزم نقص الدوبامين في النايجرو سترياتال يديني باركنسونيزم، فالاثنين عكس بعض. اجي اعالج الايه؟ الباركنسونيزم بدي دوبامينرجيك عشان بحاول ازود الدوبامين في النايجرو سترياتال، بس احنا مهما عملنا مش هنبدا، مش هنعرف نعمل زي بتاعت ربنا. يعني احنا بندي دوبامين من بره، طب ما هو الدوبامين انا عاوزه في النايجرو سترياتال، بس هو مش هيزيد في النايجرو سترياتال بس. انا كمان لما اجي اعالج هزود الدوبامين فين؟ في الميزوليمبيك، فيقوم يعمل لي ايه؟ سايكوزس. فعشان كده ادويه الباركنسونيزم اللي هي الدوبامينرجيك دراجز اللي بحاول ازود بيها الدوبامين ابص الاقيها تعمل لي سايد افكت نمبر 1 سايكوزس. ولما اجي اعالج السايكوزس بدي انتي سايكوتيك دراجز. الانتي سايكوتيك دراجز بتحاول تقلل الدوبامين او تقلل الاكشن اوف دوبامين في الميزوليمبيك عشان تحسن الهالوسينيشنز والديلوجنز. ابص الاقيها تعمل لي ايه؟ تعمل لي باركنسونيزم. ليه؟ لانها هتعمل بلوكيت برضو او تقلل الاكشن اوف دوبامين في النايجرو سترياتال. عشان كده مهم جدا ان انا ابقى فاهم ان السايد افكتس اوف انتي باركنسونيان اللي هم الدوبامينرجيك دراجز انها تعمل لي سايكوزس. وسايد افكت مهم جدا للانتي سايكوتيك دراجز وخصوصا التيبيكال انها تعمل لي باركنسونيزم. طيب في كمان باسواي رابع اللي هو بنسميه التيوبيلو انفانديبولر اللي هو هايبوثالاميك بيتيوتري اكس. هنا الدوبامين بيبقى ريليزد من الهايبوثالاموس او السيل بادي في الهايبوثالاموس ويبقى ريليزد في البيتيوتري عشان يقلل الريليز او انهيبيشن على البرولاكتين. فهو الدوبامين از برولاكتين انهيبيشن، يعني بيعمل انهيبيشن للريليز اوف برولاكتين. ودي حته برضو مهمه جدا، لان لما باجي اعالج العيان من السايكوت الانتي سايكوتيك دراجز بقلل الاكشن اوف دوبامين، فالدوبامين هيقل اه في الميزوليمبيك ويحسن السايكوزس، بس في نفس الوقت بيعمل ايه في التيوبر انفانديبولر؟ لما الدوبامين يقل البرولاكتين يزيد، يقوم يعمل حاجه اسمها هايبر برولاكتينيميا. فالعيان يجي له اذا كان ميل يجي له جاينيكوماستيا، وفي الفيميل امينوريا، فسمناها امينوريا جالاكتوريا سندروم. جاينيكوماستيا وجالاكتوريا يعني يبدا يبقى في ميلك، لانه ميلك برودكشن بالبرولاكتين، فيعمل لي فدي من ضمن السايد افكتس بتاعه الانتي سايكوتيك دراجز. مهمه قوي ان انا ابقى فاهم الباثواي ده، ان الدوبامين بيعمل انهيبيشن للبرولاكتين ريليز. ده الباثواي الرابع. نيجي بقى للباثو فيسيولوجي بسرعه. طبعا ده اتشرح في الفيسيولوجي فانا مش هركز عليه قوي، وفي يعني داتا شو خاصه بالباثو فيسيولوجي وعلاقه الدوبامين والاستايل كولين ببعض في البيزل جانجلي. نتيجه ان بيحصل جنريشن للدوبامينرجيك فايبرز فبيقل الدوبامين في البيزل جانجليا اهي، ابص الاقي الديجنريشن اهو في النايجرو في السبستانشيا نايجرا بقت لونها خفيف، لان طبعا النيوروميلانين اللي موجود في الدوبامين سيل بادي
نتيجة الديجنريشن قل، وبالتالي بتدي لون أفتح وزيادة في الأسيتايلكولين. يبقى المفتاح بتاع إن في نقص في الدوبامين وزيادة في الأسيتايلكولين، فده بيؤدي إلى إن السموز والكوردينيشن موفمنت دي بتبقى لوست. في النورمال بيزال جانجليا السابستانشيا نيجرا بيتكون الدوبامين في السيل بادي وبيبقى ريليزد ثرو النيجروسترياتال نيرونز في الاسترياتم. وطول ما في بالانس ما بين الدوبامين والاستايل كولين في الاسترياتم، فالبيزل جانجليا بتأدي النورمال فانكشن بتاعتها، وهي انهيبيشن اوف ماسل تون وانيشيشن اند موديوليشن اوف موفمنت. ايه اللي بيحصل في الباركنسونيزم؟ ايه اللي بيحصل؟ لوس اوف نيجروسترياتال دوبامينرجيك نيرونز، وبالتالي بينقص الدوبامين وبيحصل زياده في الاسيتايل كولين، يعني بيبقى في امبالانس في البيزل جانجليا ما بينهم، فبيؤدي الى لوس اوف فانكشن اوف بيزل جانجليا، او بتقل الفانكشن بتاعتها، فبيقل الانيشيشن والموديوليشن، فبيبقى في برادي كاينيجيا او اكاينيجيا. وكمان لوس اوف انهيبيتوري افكت على الماسل تون، فيبدا الماسل تون يزيد فيعمل لي الريجيديتي. و تالت حاجة كاركترستيك جدا اللي هي التريمرز اوف باركنسونيزم اللي هي الريستنج تريمر، وده في الحقيقة في هايبوثيسز كتيرة عليه لانه unknown exact mechanism، لكن في oscillatory discharge بتطلع من مناطق معينة في البيزل جانجليا مختلفين عليها، اللي هي subthalamic nucleus ولا الثلامس ولا الجلوبس، لكن هي oscillatory generators discharge بتطلع وعليها لسه نظريات كتير. إذن في الباركنسونيزم في نقص دوبامين وزيادة في الأسيتايل كولين، يبقى أحلها إزاي أو أعالج العيان إزاي بالأنتي باركنسونيان دراج؟ هعمل بقى العكس، أحاول أزود الدوبامين بالدوبامينرجيك دراجز وأقلل الأسيتايل كولين بالأنتي كولينرجيك دراجز، ودولت المين جروبز أوف أنتي باركنسونيان دراجز. أدي الدوبامينرجيك دراجز اللي إحنا هندسكاس إن شاء الله، اللي هما الليفودوبا والكاربيدوبا، ليفودوبا كاربيدوبا، الدوبامين اجونست ارجوت ونون ارجوت، الكومت انهبيتورز، الماوبي انهبيتورز، والنامدا ريسبتور بلوكرز اللي هو الامانتادين، كل دولت دوبامينرجيك دراجز. اما الانتي كولينرجيك اللي هم بنزوتروبين وتراي هيكسفينيديل، ودولت ان شاء الله هندسكاس ان ديتيلز. نبدا بالدوبامينرجيك دراجز. اول نقطه طبعا مهمه ان احنا نعرف ان الدوبامين ما بيعديش البلاد برين بارير، كانوت كروس، ولذلك ما بنقدرش نستخدمه كدوبامينرجيك دراج دايركتلي كده، فبنستخدم الخمس مجموعات ديت اللي هي ليفودوبا، بروموكريبتين، او البراميبيكسوم اللي هم الارجوت والنون ارجوت دوبامين اجونست، الامانتادين، السيلاجيلين، الانتاكابون، كل دي ادويه بنستخدمها عشان هي دي اللي بتكن كروس بلاد برين بارير، واما ان هي تزود الدوبامين في البرين، او ان هي تشتغل بدل الدوبامين زي البروموكريبتين والبراميبيكسول لانهم دوبامين اجونست. السلايد دي بتوضح السايت اوف اكشن للفايف جروبز اوف دراجز. دي الدوبامينرجيك نيرون بري سينابتيك، وادي الدوبامين ريليز، وادي البوست سينابتيك ريسبتورز دوبامين دي 2 ريسبتور. اول مجموعه من الادويه وهي الليفودوبا بيتحول الى دوبامين بالديكربوكسيليز، ويبقى ستورد في فيزيكال، ثم يبقى ريليز ويشتغل على الدوبامين ريسبتور، يبقى الليفودوبا يشتغل على السنسز. المجموعه الثانيه اللي هو الامانتادين بيشتغل على انه بيستيميوليت ريليز اوف دوبامين من الفيزيكلز، فيزيد الدوبامين ف يؤدي الى ستيميليشن للبوست سينابتيك دي 2 ريسبتور. طبعا الامانتادين ليه انذر 2 اكشنز، يعني اللي هو الانتي كولينرجيك اكشن والنامدا ريسبتور بلوكيد، هنناقش الكلام ده بعدين، لكن هنا كدوبامينرجيك هو بيشتغل على ريليز اوف دوبامين. المجموعه الثالثه وهي الدوبامين ريسبتور اجونست زي البروموكريبتين اللي هو الارجوت والبراميبيكسول النون ارجوت، وبيشتغلوا دايركتلي على ريسبتور بدل الدوبامين. المجموعة الرابعة هي السيليجيلين أو والراساجيلين، دول ماو بي انهيبيتورز بيمنعوا تكسير الدوبامين، وبالتالي بيزيد الدوبامين في النيرونز ويشتغل على البوست سينابتيك. والمجموعة الخامسة اللي هي الانتاكابون أو الكومت انهيبيتورز برضو بيمنعوا تكسير الدوبامين، فيزيد الدوبامين ويشتغل على الريسبتور. كل دي الفايف جروبز هنناقشها تاني
في الرسمة دي نقطة نقطة عشان في ملاحظات مهمة جدا. أول مجموعة هي الليفو دوبا، تاني أنا باخد أقراص الليفو دوبا بتبقى بريفرالي، يعني تبقى أبزوربت، ثم تعدي البلاد برين بارير. عشان تدخل البرين محتاجة حاجة اسمها أمينو أسيد ترانسبورتر، وهنا ده السايت أوف كومبيتيشن أوف أمينو أسيد أو بروتين مع دخول الليفو دوبا. عشان كده العيان اللي بياخد ليفو دوبا نقلل البروتين في الايه في الاكل، ولازم يبقى فيه يعني على الاقل ساعه فرق. الليفو دوبا دخلت البرين اهو، يتحول بعد كده الى دوبامين بحاجه اسمها الدوبا دي كاربوكسيليز اهو، وده اللي انا عاوزه، ان ازود الدوبامين في الدوبامينرجيك نيرونز اللي موجوده في البيزل جانجلي. تمام، نيجي بقى النقطة مهمة جدا، ان الليفو دوبا لما انا خدته اورالي وابزوربد في البريفرال سيركيوليشن اتحول لي برضو في بريفرال دوبا دي كاربوكسيليز لدوبامين، بس الدوبامين ده انا مش عاوزه، لان الدوبامين بريفرالي هيعمل لي سايد افكتس كتيره زي ما هنشوف كمان شويه، وانا مش عاوزها، وفي نفس الوقت كمان هيكسر الليفو دوبا من قبل ما يدخل البرين، وبالتالي لازم في الحاله دي ادي حاجه اسمها كاربي دوبا مع الليفو دوبا. الكاربي دوبا فايدته انه بيعمل انهبيشن للبريفرال دوبا دي كاربوكسيليز، مش السنترال، البريفرال لانه ما بيعديش بلاد برين بارير. الكاربي دوبا بيعمل انهبيشن للدوبا دي كاربوكسيليز بريفرالي، وبالتالي بيبقى عندي حاجتين مهمين، انه يزود الليفو دوبا اللي هتدخل سنترالي فيزود السنترال اكشن، وفي نفس الوقت يقلل الدوبامين اللي بيتكون بريفرالي فيقلل البريفرال سايد افكتس. المجموعه الثانيه اللي هي كومت انهبيتور زي التولكابون اهو، بيعمل انهبيشن للكومت سنترالي فيقلل تكسير الدوبامين ويحافظ عليه، وفي نفس الوقت التولكابون كمان بيشتغل بريفرال، بيعمل انهبيشن للكومت بريفرال فيقلل تكسير الليفو دوبا فيزيد نسبه الليفو دوبا اللي بتعدي البلاد برين بارير. والانتكابون نفس الكلام، الانتكابون ده انذر كومت انهبيتور بس بيشتغل بريفرالي بس، التول توتال فوق وتحت لكن الانتكابون تحت بس. بس مشكله التولكابون انه بيبقى هيباتو توكسيك فما عادش بيستخدم في السوق، اللي بيستخدم فعلا اكتشولي هو الانتكابون، اشتغل بريفرالي يعمل انهبيشن للليفو دوبا ميتابوليزم او ديستراكشن، فبالتالي يزيد كميه اللي مش كده وبس، ده بيقلل ميتابولايت مهم جدا هنا اللي هو 3 اوميسايل دوبا اللي هو بينتج نتيجه تكسير الليفو دوبا بالكومت، فالميتابولايت ده هيقل. مشكلة الميتابولايت ده ايه؟ انه بيعمل كومبيتيشن مع الليفو دوبا على دخوله الايه؟ البلاد برين بارير. وبالتالي انا هنا الانتكابون بيعمل بيضرب عصفورين بحجر، نمرة واحد يقلل تكسير الليفو دوبا، وكمان يقلل الفورميشن بتاع الميتابولايت الوحش ده اللي هو 3 اوميسايل دوبا اللي بيكومبيت مع الليفو دوبا، فنسبة الليفو دوبا اللي تدخل تزيد كمان البلاد برين بارير. بعد كده عندي مجموعه الماو بي انهبيتورز اللي هي السيليجيلين والراساجيلين، بيعملوا انهبيشن للماو بي سنترالي في البيزل جانجليا، وبالتالي يقللوا تكسير الدوبامين فيحافظوا عليه. مش كده وبس، في حاجه مهمه جدا انهم وجدوا ان الميتابولايت بتاع الدوبامين اللي هو اسمه الدوباك ده نيوروتوكسيك. بيعمل ايه الدوباك؟ بيؤدي الى ريليز او فورميشن اوف فري راديكلز، بتكسر الدوبامين او بتبوظ الدوبامينرجيك نيرونز نفسها، وبالتالي زياده الدوبامين كتير في النيرونز ممكن تكسرها نتيجه ان هي او تعمل نيورو ديجنريشن. ف الماو بي انهبيتورز بيعملوا انهبيشن للدستراكشن اوف دوبامين او الميتابوليزم باي ماو بي، فبيقللوا الميتابولايت ده اللي هو نيورو توكسيك ميتابولايت. عشان كده بنطلق على المجموعه دي انها نيورو بروتكتيف، لانها بتعمل بروتكشن للنيرونز اللي هي الدوبامينرجيك نيرونز من الدوباك فورميشن. المجموعه الاخيره وهي الخامسه اللي هي مجموعه الدوبامين اجونست اللي هي ارجوت زي البروموكريبتين والبرجوليت، والنون ايرجوت زي البراميبيكسول والروبرينول، دول بيشتغلوا دايركتلي على الدوبامين ريسبتورز، طبعا مين للدي 2 بس في كمان على الدي 3 والدي 1 وديت بالنسبه للبوست جراد، لازم يعرفوا الفروقات وانهي ريسبتور اللي بيشتغل عليها كل واحد. نيجي بقى لاول مجموعه وهي الليفو دوبا، هندسكاس ان ديتيل. الليفو دوبا يعتبر الجولد ستاندر او الكور ثيرابي، الموست افكتيف انتي باركنسونيان دراج، which can improve symptoms of Parkinson's disease
كل الموتور symptoms can be improved especially البراديكينيجيا. مشكلة الليبودوبا هو انه بيزود نسبة الدوبامين في النيرونز، وبالتالي بيؤدي مع الوقت الى gradual neuronal generation. في ريسيرشز كتيرة على ان الدوبامين اصلا نيوروتوكسيك، اما انه هو بيحصل له اوتو اوكسيديشن ويعمل production of oxidative stressor او reactive oxygen species، او عن طريق الميتابولايت بتاعه اللي احنا قلنا الدوباك بالموبي. اثناء السنسز اوف دوباك الميتابولايت ده برضو بتطلع فري راديكلز بتؤدي الى اوكسيديتيف ستريس ونيورو ديجنريشن في النيورونز. عشان كده البينيفيتس بتاعه الليفودوبا مع الوقت بتبقى لوست، يعني بعد حوالي من 3 ل 5 سنين بيبدا العيان ما يستفدش من الليفودوبا نتيجه ان انا عملت نيورو ديجنريشن، ولذلك بيبقى بيتر ريزيرف الليفودوبا الى الاولد ايج. يعني يفضل ان انا استخدمه فوق الايدج اوف 65 سنه، او في سيفير كيسز لو عامل ديسابيليتي جامده. في الحقيقه النايس جايد لاينز 2017 بدات تنزل ان ممكن استخدم الليفودوبا حتى في الايرلي ديسيز، يعني ان الحته دي فيها كونتروفيرس، ولكن ستيل يفضل ان انا اريزيرف الليفودوبا للليت ستيجز اوف ذا ديسيز، او في العيان اللي عنده disability. زي ما اتفقنا لما بناخد الليفودوبا اورالي بيشتغل عليه انزيم بريفرالي سواء في الجي اي تي او في البريفرال تيشوز، بالدوبا دي كاربوكسيليز انزيم يحوله الى دوبامين، وده بيؤدي الى تكوين بريفرال دوبامين يؤدي الى بريفرال سايد افكتس. وكميه الليفودوبا اللي هتعدي البلاد برين بارير بتبقى قليله، بتوصل من 1 ل 3% فقط من الجرعه. يعني لو انا واخده 100 ملي جرام هيعدي فقط 1 او ماكسيمم 3 ملي جرام. ولذلك الليفودوبا ما بيستخدمش لوحده، لازم بستخدم معاه حاجه تعمل بلوكيد للدوبا دي كاربوكسيليز انزيم اللي هو الكاربيدوبا، وفي بنسرازيد كمان لكن المشهور هو الكاربيدوبا. عشان كده بيستخدم ليفودوبا كاربيدوبا ان كومباينيشن، وده بنسميه السينمات في السوق، ده اشهر واحد، لكن في شركات اخرى برضو بتستخدمه او بتعمله. الليفودوبا كاربيدوبا كومباينيشن هو دوت اللي بيستخدم في علاج الباركنسونيزم. اهو بصينا هنا كمان الصوره دي بتوضح، ادي لو انا خدت الليفودوبا لوحده، الليفودوبا اهو الكميه اللي هي باللون الابيض دي كميه الليفودوبا اللي انا خدتها، في كميه منه هتتحول اللي هو الاسود ده اللي هو الدوبامين بالبريفرال ديكاربوكسيز في الجي اي تي. مش كده بس، ده كمان في الليفر وفي الكيدني وفي الهارت، يعني في البريفرال تيشوز. ده الليفودوبا عمال كميته اللي تقل عن طريق انها بتتحول بريفرالي لدوبامين، يوصل في الاخر للبرين كميه صغيره مقارنه باللي انا خدتها حوالي سي من 1 ل 3%، وبالتالي كميه الدوبامين اللي هتتكون في البيزل جانجلي هتبقى قليله. ولذلك بندي معاه دي كاربوكسيليز انهبيتور زي ما اتفقنا الكاربيدوبا، وفي كمان بنزرازيد لكن هو الكاربيدوبا اشهر، وعشان يعمل انهبيشن للبريفرال دي كاربوكسيليشن ده. فكميه الليفودوبا اللي بتتحول لدوبامين بريفرالي بتقل، وكمان الكميه اللي هتعدي البلاد برين بارير هتزيد. زي ما احنا شايفين اهو كميه الليفودوبا هنا بقت اكتر من هنا بكتير، والدوبامين هنا بقى اكتر. ولذلك وجدوا ان لما بعمل كومباينيشن مع الليفودوبا مع ديكاربوكسيليز انهبيتورز بيزود كميه الليفودوبا اللي بتكروس البلاد برين بارير، وبالتالي بتقلل الدوز نيدد ب 75%، وبتقلل كمان البريفرال سايد افكتس لان البريفرال دوبامين اللي اتكون بقى اقل من لو ليفودوبا لوحدها. في الحقيقه ما فيش حاجه اسمها ليفودوبا لوحدها كبريباريشن في السوق، هو ليفودوبا كاربيدوبا او السينمت. لما نقول what is the benefit of adding carbidopa to levodopa، يبقى to increase central dopamine level و decrease peripheral dopamine level، وده بيؤدي الى ان الانتي باركنسونيان افكت اوف ليفودوبا بيتحسن وبيبقى احسن، وان كمان السايد افكتس بريفرالي بتقل. What are the adverse effects of levodopa؟ We have central adverse effects and peripheral adverse effects. وده نتيجة تكون الدوبامين بريفرالي، واحنا عارفين ان في دوبامين ريسبتورز موجودة في الجي اي تي، فلما بتبقى ستيميليتد بتعمل النوزيا اند فوميتنج، ولذلك هو نوت ريكومندد في البيبتيك ألسر.
بيعمل كمان بوسترال هايبوتنشن، وفي الحقيقه الميكانيزم بتاعه ليه سيفرال هايبوثيسز مش اكزاكت نون، اللي عايز نناقشه بعد كده. الاريزميا طبعا كلنا عارفين ان الدوبامين بيعمل بيقدر يشتغل على البيتا ريسبتورز في الهارت، وممكن يزود الهارت ريت وكوندكتيفيتي. اللي يهمني هنا عايزه اناقش معاكم هي نقطه الفوميتنج. كلنا عارفين الفوميتنج باث واي، ان في فوميتنج سنتر ده وسيتي زون وبريفرالي كمان في الدوبامين ريسبتورز موجوده في الثلاث اماكن دول. عشان اعمل انتي اميتك او ادي انتي اميتك دراج بيشتغل على الدوبامين ريسبتور، يبقى ممكن اقفل بريفرالي على الجي اي تي والسيتي زون وسنترالي اللي هو الفوميتنج سنتر. مين اللي بيشتغل على كل دولت؟ اللي هو الميتوكلوبرومايد. الميتوكلوبرومايد بيشتغل بريفرال وبيشتغل سنترال لانه بيعدي البلاك برين بارير. لكن الميتوكلوبرومايد زي ما اتفقنا او البرين بران نوت ريكومندد في الباركنسونيزم او شود بي افويدد، لانه لما هيعدي البلاد برين بارير هيحصل ايه؟ هيشتغل على الفوميتنج سنتر يعمل انهبيشن للدي 2 ريسبتور وليه انتي اميتك اوكي، بس كمان هيقفل الدي 2 ريسبتور في النيجروسترياتال باسواي او في البيزل جانجلي، وبالتالي يعمل ديتيريوريشن للباركنسونيزم. طب وات از ذا انتي اميتك اوف تشويس في الباركنسون ديزيز؟ العيان اللي ماشي على ليفودوبا او اي دوبامينرجيك دراج وبيشتكي من الفوميتنج. في الحاله دي انا بستخدم الدومبريدون. الدومبريدون او الموتيليوم اعتقد العلبه دي موجوده في كل بيت. هو دي 2 ريسبتور بلوكر برضو، بس ما بيعديش البلاد برين بارير. يعني بيشتغل بيقفل الدي 2 ريسبتور في الجي اي تي وفي الاريا بوستريما او السيتي زون. كلنا عارفين ان السيتي زون فيسيولوجيكالي او فانكشنالي اوتسايد بلاد برين بارير. يعني الادويه اللي ما بتعديش البلاد برين بارير بتشتغل عليها. وبالتالي الدومبريتون بيعمل انهبيشن للدي 2 ريسبتور في السيتي زون وفي البريفرال، فبيدي انتي اميتك افكت ويزاوت ريتشنج الفوميتنج سنتر نفسه او سنترالي، ولذلك ما بيعديش البلاد برين بارير فمالوش ديتيريوس افكت على الباركنسونيزم. يبقى دوت هو دراج اوف تشويس اوف تريتمنت اوف فوميتنج اسوشيتد ويز ليفودوبا في الباركنسون ديزيز. نيجي بقى للسنترال سايد افكتس. السنترال سايد افكتس اللي هو السايكوزز والديسكاينيجيا، هنشوف كل واحده بتحصل ليه واعالجها ازاي. اولا ليه بيحصل سايكوزز مع الليفودوبا؟ ولذلك لو العيان سايكوتيك اصلا او عنده سايكوتيك سيمتومز يفضل تجنب الليفودوبا او كونترا انديكيتد ان انا استخدم الليفودوبا. نرجع للصوره ديت احنا شرحناها في بدايه المحاضره اللي هو الباث وايز بتاعه الدوبامين، وقلنا ان الميزو ولمبك لما بيزيد فيه الدوبامين بيؤدي الى سايكوتيك سيمتومز. فالعيان اللي بياخد ليفودوبا تيجي مثلا اهله او كده يقول لك ده كان راجل كويس جدا وعاقل، بدا يشك فينا ويقول انتوا عايزين تموتوني، انتوا مخبيين كذا، ان انتوا بتتكلموا عليا، بارانويد ديلوجنز او ديلوجنز او بيرسكيوشن، او يقدر يبدا يشوف حاجات هي اكتر، يمكن الديلوجنز اكتر من هالوسينيشنز، بس ممكن كمان يجي له هالوسينيشنز، بيبدا يشتكي من السايكوتيك سيمتومز. طب ليه حصلت السايكوتيك سيمتومز؟ لان الليفودوبا بيزود الدوبامين. المطلوب انه يزود لي الدوبامين في النيجروسترياتال، بس هو مش هيزودها في دي بس، هيزودها كمان في الميزولامبيك. وقلنا زيادة الدوبامين في الميز ولمبك بيؤدي إلى psychotic symptoms اللي هي positive symptoms اللي هي hallucinations والdelusions. طب how to treat؟ يعني أعالج العيان ده إزاي؟ treatment of levodopa induced psychosis طبعا لازم أدي antipsychotic. مين هم الantipsychotic of choice هنا؟ مهم جدا الكلوزابين اللي هو كلوزابكس في السوق أو الليبونكس، وال كوتايابين او كويتيابين بيتنطق الاثنين اللي هو كيوتابكس او السيروكويل في السوق. طب ايه ميزه التو انتي سايكوتكس دولت؟ ان هم بيعملوا انهبيشن للدي 2 ريسبتور مور سيلكتيف على الميزولمبيك وفيري ليتل افكت ليهم على النيجروسترياتال. يبقى اذا هيحسنوا السايكوتيك سيمتومز وزود افكشن اوف باركنسون ديزيز او ان هم يعملوا ديتريوريشن زي. لكن مين بقى هنا الانتي سايكوتيك اللي كونترا انديكيتد او ما ينفعش استخدمه؟ الهالوبريدول، لان الهالوبريدول بيعمل انهبيشن للدي 2 ريسبتور في النيجروسترياتال، وكان من ضمن اسباب الدراج اندوسد باركنسونيزم.
يبقى لما نيجي نتسائل how to treat levodopa induced psychosis يبقى انا عندي كلوزابين وكوتايابين مهم جدا عشان السلكتيفيتي على الميزوليمبيك. بقى لتاني central side effect of levodopa وهو levodopa induced dyskinesia او dyskinesia. في الحقيقة كلمة dyskinesia معناها دس يعني abnormal وkinesia اللي هي movement، فهو عبارة عن abnormal involuntary movement. mostly بتبقى شكلها choreoacetotic وبتاخد الهيد واللاب والتانج، وممكن كمان تحصل في الابر limb واللور limb. ودي في ميل، الفيديو اهو بيعرض في ميل ماشية فترة طويلة على ليفودوبا وعندها severe form of dyskinesia. لو لاحظنا كمان هنا هنلاقي السلايفا drooling hypersalivation أو السيالورية واضحة على الملابس بتاعتها، ودي هنشوف التريتمنت بتاعها بعد كده. زي ما احنا شايفين بتعمل choreoacetotic movement حتى بإيديها. Why dyskinesia؟ ليه الديسكينيجيا ديت حصلت والديسكينيجيا نسبتها عالية بتوصل ل 50% من البيشنتس اللي بيريسيف ليفودوبا أكتر من 5 سنين، يعني في الكرونيك يوز. وواجد إن في 3 أنواع ممكن يحصلوا من الديسكينيجيا، لكن الموست كومن اللي هي بتحصل في حوالي 80% من البيشنتس اللي بيحصل لهم ديسكينيجيا اسمها البيك دوز ديسكينيجيا، يعني بتحصل عند البيك ليفل أوف ليفودوبا. النظريات كتيرة بتحاول توضح الباثوفيسيولوجي لأنه مش واضح كومبليتلي، بس أول نظرية بتقول إن الديسكينيجيا بتحصل نتيجة إن زيادة في الدوبامين ليفل في البيزل جانجلي أكتر من الطبيعي. إحنا قلنا إن نقص الدوبامين بيعمل إيه؟ بيعمل براديكينيجيا والعيان مش عارف يتحرك. طب لما أدي دوبامين زيادة يديني إيه؟ موفمنت زيادة، فيديني abnormal involuntary movement أو الديسكينيجيا. يبقى دي أول نظرية إن في زيادة في الدوبامين. النظرية الثانية بتقول ان في فلكتويشن في الدوبامين ليفل. الدوبامين اللي انا بديه من بره او بحاول ازوده من بره مش زي الدوبامين بتاع ربنا سبحانه وتعالى. الدوبامين بتاع ربنا الطبيعي بيبقى نازل سموز وان ا كونتينوس ريت على الدوبامين ريسبتورز في البيزل جانجلي، فبيبقى في سموز كونتينوس ستيميليشن اوف دوبامين ريسبتورز. اما في الادفانسد باركنسونيزم او باركنسون ديزيز مع الوقت بيحصل فلكتويشن في الليفل اوف دوبامين في البيزل جانجلي، طالع نازل، ده بيؤدي الى بالساتايل ستيميليشن للدوبامينرجيك ريسبتورز، يعني شويه في ستيميليشن جامد بيك وشويه مفيش ستيميليشن، مفيش الكونتينوس ده، ففي البالساتايل كده كانك بتخبط على الريسبتور، بالساتايل ستيميليشن عمال تخبط على الريسبتور مش ان كونتينوس سموث واي زي النورمال. وبالتالي ده بيؤدي، دي النظريه الثالثه، الى الجلوتاميت، زياده الاكتيفيتي اوف جلوتاميت على النمدا ريسبتور في البيزل جانجلي، وده اللي بيؤدي الى الديسكينيجيا. يبقى ثلاثه فاكتورز، زياده الدوبامين شخصيا، والفلكتويشن في الليفل اوف دوبامين نوت سموث زي بتاع ربنا، والحاجه الثالثه ان في زياده للجلوتاميت النمدا ريسبتور اكتيفيتي، ودي اللي بتؤدي الى الابنورمال انفلانتوري موفمنت او الديسكينيجيا. To manage بعد ما عرفت الثلاثة فاكتورز، أول حاجة أكيد هفكر إن أنا أقلل جرعة السينمت أو اللي هو الليفودوبا. نمرة اتنين إن أنا أقلل الفلكتويشن، إما إن أنا بقى أحول لو كنت immediate release أحول لإكس آر أو أكومباين معاه حاجة زي ما هنشوف كمان شوية الماو بي والكومت انهبيتورز، بنحاول إن إحنا نقلل الفلكتويشن. وحاجة بقى هنا مهمة جدا هو الأمانتادين، الأمانتادين بضيفه يعني أقلل جرعة السينمت وأدي أمانتادين.
اشمعنى الامانتادين ده الوحيد اللي بيتقال عليه انتي ديسكاينيجيا اكشن؟ ليه؟ لانه بيعمل بلوكيد للنمدا ريسبتور اللي احنا لسه قايلين من شويه ان البلساتايل ستيميليشن دوت اوف دوبامين ريسبتور بيؤدي الى اكتيفيتي اوف جلوتاميت ونمدا ريسبتور، ودي بتلعب رول في الباثوفيسيولوجي. عشان كده الامانتادين ليه انتي ديسكاينيجيا اكشن، الوحيد اللي ابروفد ان انتي ديسكاينيجيا اكشن. كمان الامانتادين ليه انتي باركنسونيان اكشن، قلناه في الاول ده واحد من الدوبامين الكولينرجيك دراجز، لانه بيزود الريليز اوف دوبامين في البيزل جانجليا زي ما شفنا، وكمان ليه شويه مايلد انتي كولينرجيك افكت. وات ار ذا اذر سايد افكتس؟ بقى لتالت مجموعه من السايد افكتس، وهي الموتور فلكتويشن او فلكتويشن ان ريسبونس اوف ليفودوبا، زي الويرنج اوف والاون اوف فينومينا. يعني ايه كلمة wearing off؟ This is called end of dose akinesia. لو بصينا للفيجر هنا هنلاقي ان الفترات اللي فوق دي اللي هي الفترات اللي عم بيتحسن فيها الاون تايم، واللي تحت اللي هو الاوف تايم. فلما بدي الليفودوبا الجرعة الليفودوبا يبدأ العيان يتحسن، بس قبل الجرعة اللي بعديها بيبدأ العيان يديتريريت يبقى اوف، ياخد الليفودوبا يبدأ يتحسن. بيفور النكست دوز يبدا ان هو يحصل له ايه ديتيريوريشن للايه، فبسميها ويرنج اوف، يعني بيحصل جراديوال لوس اوف ذا افكت بيفور نكست دوز. فالعيان مثلا لو كان ماشي بياخد الليفودوبا كل 6 ساعات، يجي يقول لك يا دكتور بعد فتره انا قبل ميعاد الدواء بساعه ببدا احس بان انا متخشب ومش قادر اتحرك وكذا، فتقول له خلاص خده كل 4 ساعات. طبعا كل 4 ساعات دي مش هتنفع، فهنشوف دلوقتي ازاي نافويد الحته بتاعه الويرنج اوف. طيب يعني ايه on off؟ on off يعني دي sudden unpredictable random swing من ال on لل off، يعني العيان يبقى كويس فجأة يبقى off، و unpredictable مش متوقع، يعني مش في التايم اللي المفروض انا expect ان يحصل wearing off زي before the dose. لا يعني هنا مثلا لو بصينا هنلاقي ادي في فترة off طويلة بيسموها morning off، رغم انه خد الجرعة بتاعت الليفودوبا اهو، خد الليفودوبا كاربيدوبا، بس العيان ما بيتحركش اوف، بنسميها المورنينج اوف. هنا مثلا خد على العصريه، خد ادي الاوف برده، خد الجرعه بتاعه الليفودوبا والعيان برده ما اتحسنش، يبقى العيان اوف في الفتره دي. ففترات الاوف الطويله ديت الان اكسبكتد، لكن هي قبل الدوز اللي المفروض دي الفتره دي اسمها الويرنج اوف، دي الويرنج اوف اللي هي بيفور النكست دوز يحصل له اوف يديتيريوريت، لما اخد الجرعه يبدا يتحسن. لكن الاوف فينومينا في اوقات ان اكسبكتد، انا واخد الليفودوبا بس مش برضو مش بتحسن. طيب ليه بقى بتحصل الموتور فلكتويشن، او ايه الميكانيزم اوف موتور فلكتويشن او الفلكتويشن في ريسبونس؟ يقال ان هي نتيجه الشورت تي هاف والفلكتويشن في الدوبا. في الحقيقه في بريفرال او بنسميها احنا كاينيتيك ميكانيزمز وديناميك ميكانيزم. الكاينيتيك ميكانيزمز ان بيبقى فيه حوالي من 50-90% من الباركنسون ديزيز بيشنتس بيبقى عندهم ديلاي جاستريك امبتنج او جاستروباريسيس، فبيديلاي الانتري اوف ليفودوبا للسايت اوف ابزوربشن اللي هو الانتستين. كمان الدايتري بروتين بيكومبيت مع الليفودوبا على الابزوربشن في الجي اي تي وعلى دخوله السي ان اس. والشورت تي هاف، شورت تي هاف اوف ليفودوبا احنا عارفين ان التي هاف بتاعتها من 1 تو 2 اورز، ففيري شورت هاف، فده بيؤدي الى الفلكتويشن في الليفل بتاعها في البلازما. مش كده وبس، في كمان دايناميك ميكانيزمز او سنترال كوزز، اللي هي اول حاجه بيبقى فيه بالساتايل ديليفري للاسترياتال ريسبتور زي ما اتفقنا ان مفيش كونتينوس سموث ديليفري اوف دوبامين، ده بالساتايل طالع نازل طالع نازل زي ما شفنا من شويه. كمان بيحصل امبيرمنت في الاستورج كاباسيتي بتاعه الفيزيكلز مع الوقت، وكمان بيحصل التريشن في الدوبامين ريسبتور نفسها، ما بتبقاش عندها السنسيتيفيتي اللي كانت موجوده قبل كده، او بيحصل فيها تغيرات معينه. طبعا السلايد دي على البوست جراد اكتر مش على الاندر جراد، بس برضو نفهم، لكن مش هطلبها منك على مستوى سنه ثالثه. طيب الموتور فلكتويشن ديت هعالجها بايه، او هاو تو مانج الموتور فلكتويشن؟ ان انا ادي سيليجيلين مع السينيميت او ادي الانتاكابون. يعني ايه؟
بأد للليفو دوب اللي هو السينمت، بضيف عليه الانتاكابون اللي هو الكومت انهبيتور او اسلجلين اللي هو الماو بي انهبيتور. ليه؟ عشان يقلل الميتابوليزم بتاع بتاع الليفو دوبا، وبالتالي والدوبامين في البرين، وبالتالي يزود الليفل اوف دوبامين او يحافظ او بيرونج الاكشن فيقلل الفلكتويشن. هل ممكن اقلل الفلكتويشن بطرق تانية؟ طبعا في طرق كتيره، او هاو تو مانج الفلكتويشن. الفلكتويشن بيعمل لي مشكله انه بيعمل موتور فلكتويشن زي ما احنا قلنا الاون والاوف فينومينا والويرنج اوف، وكمان بيلعب دور في الباثوفيسيولوجي بتاع الديسكاينيجيا. فانا عاوزه على قد ما اقدر اقلل الفلكتويشن. اقلل الفلكتويشن ازاي؟ نمبر 1 انا اقلل الانترفال بتوين دوزز اللي هي بتاعه الايه السينمت دي لو كانت ايميديت ريليز، او ان انا ادي سينمت افضل اكس ار، او ان انا ادي معاه سيليجيلين او انتاكابون اد عليه، وكمان ممكن ادي الدوبامين اجونست مع السينمت. نيجي بقى للدراج انتر اكشنز ويز ليفودوبا. اول حاجه البايرودوكسين او الفيتامين بي 6. في الحقيقه البايرودوكسين موجود في السوق في حاجات كتيره جدا، يعني هنلاقي مثلا الملجا، نيورونتون، مالتي فيتامينز بتبقى موجوده جواها الفيتامين بي 6، ومعظم الناس اللي عندهم باركنسون ديسيز بيبقوا اولد ايج فبياخدوا مالتي فيتامينز. وكمان في انتي ايميتيك اللي هو النافي دوكسين برده فيه بي 6. فنخلي بالنا ان الادويه اللي فيها فيتامين بي 6 ممكن تانترفير مع الفانكشن بتاعه الليفودوبا. ليه؟ لان البايرودوكسين ده كو فاكتور على البريفرال ليفودوبا دي كاربوكسيليز، يعني هيزود الميتابوليزم بتاع الليفودوبا وتحويله الى دوبامين في البريفري، فهيقلل دخوله في السي ان اس ويزود البريفري سايد افكتس. يعني كانه بيعاكس بالظبط الايه الكاربيدوبا، يبقى بيقلل الدخول الليفودوبا في السي ان اس ويزود البريفرال سايد افكتس. ده بالنسبه للبايرودوكسين، فيفضل طبعا ان انا اتجنبه تماما. تاني مجموعه اللي هي مجموعه الماو انهبيتورز. الماو انهبيتورز بتستخدم في علاج الدبريشن، ولكن إن طبعا دي بتزود الكاتيكولامين زي ما احنا قلنا لانها بتقلل الميتابوليزم بتاعهم، وانا كمان بدي ليفودوبا بيزيد الدوبامين، فزياده الكاتيكولامينز ممكن تعمل هايبرتنسيف كرايسيس، ولذلك بنتجنب استخدامهم مع بعض. الانتي سايكوتيك دراجز، مين في الانتي سايكوتيك دراجز هنا بينترفير؟ طبعا كلنا عارفين دلوقتي الهالوبريدول بالذات، مجموعة التيبيكال وخصوصا الهالوبريدول، لانها بتقفل الدي 2 ريسبتور في النيجروسترياتال، فهتزود الايه الباركنسون ديسيز سيمتومز. نيجي لاخر نقطة وهي الفارماكوكاينيتيك اوف ليفودوبا. الليفودوبا طبعا ابزوربد من السمول انتستين، وشورت هاف لايف من ساعة لساعتين، وزي ما احنا قلنا ان البروتين بينترفير مع الابزوربشن بتاعه، بيكومبيت معاه. على الجي اي تي اهو هنلاقي ادي في على الجي اي تي لازم يدخل عن طريق الكارير امينو اسيد كارير، فبينترفير مع البروتين. فلما اكل بروتين مع ليفودوبا الابزوربشن بتاع ليفودوبا يقل. مش كده وبس، هو مش موجود الكارير هنا على الجي اي تي، ده موجود كمان على البلاد برين بارير زي ما اتفقنا، بيكومبيت معاه على دخول البرين، ولذلك لازم يكون في فرق. يعني ليفودوبا ما تتاخدش مع الاكل، لازم يكون بتتاخد على امتي ستومك، يفضل نص ساعة قبل الأكل، أو لو أنا واكل وجبة وفيها بروتين يبقى بخلي على الأقل في ساعة فرق. السلايد دي بتلخص النيوتريشنال كير في الباركنسون ديسيز. أول حاجة طبعا زي ما اتفقنا بنأفويد الفيتامين بي 6 أو البايرودوكسين، لأنه بيزود البريفرال ميتابوليزم أوف ليفودوبا وبيقلل كمية الليفودوبا اللي بتكروس البلاد برين بارير. تاني حاجة اللي هو دايت لو ان بروتين، وقلنا ليه؟ لان البروتين بيكومبات مع ليفودوبا سواء على الجي اي تي او على ابزوربشن او على الكروسنج البلاد برين بارير، ولذلك لنفس السبب بنخلي الليفودوبا شود بي تيكن اون امتي ستومك او نص ساعه قبل الاكل. واخر حاجه او اخر نقطه هي الدايت ريتش ان فايبرز، او يشرب فلويدز كتيره تو مينيمايز الكونستيبيشن، لان الباركنسونيزم الباركنسون ديسيز كومن معاه قوي ان يحصل كونستيبيشن، بنسميها واحده من النون موتور سيمتومز اوف باركنسون ديسيز، ولذلك بنزود الفايبرز والفلويدز في الدايت. تاني مجموعه اللي هي الدوبامين اجونست، ودول يا اما ارجوت يا اما نون ارجوت. الارجوت اللي هو ارجوت الكالايد اللي هو البروموكريبتين، والنون ارجوت اللي هو البرامي بيكسول. كلنا عارفين طبعا البروموكريبتين
ده كان دواء مشهور قوي في علاج الهايبر برولاكتينيميا او الامينوريا جالاكتوريا سندروم، ودلوقتي بقى ليه كرامات اخرى كمان ريسنتلي ظهرت. مشكله الارجوت ايه؟ ان هما بيؤدي الى فازوسبازم وفايبروزز، سواء كان بالموناري او بيريكارديال فايبروزز او كاردياك فايبروزز، حتى في المايوكارديوم نفسه بيبدا بيحصل فيه فايبروزز، ولذلك بيبقى مش ريكومندد في الناس اللي هم عندهم كاردياك ديسيز او بالموناري ديسيز او حتى بيبتيك ألسر، لانه بيؤدي الى سيفير فازوسبازم فهيقلل الهيلينج. وطبعا الناس عندهم هايبرتنشن لانه ممكن الفازو سبازم يزود البلاد بريشر وهكذا. ففي يعني بريكوشنز كتيره لاستخدام البروموكريبتين، وان كان حديثا دلوقتي بقت الدوزز دي الدوزز اللي ممكن سمول دوزز ما تعملليش المشاكل دي، فبدا يظهر ليه كرامات اخرى، وزاد في الديابيتس كمان تايب 2 ديابيتس، فبدا يبدا يستخدم تاني اللي هو البروموكريبتين بدوزز معينه. لكن على مستوى سنه ثالثه احنا لازم نبقى عارفين ان الارجوت جروب ليها يعني فازوسبازم وفايبروز سايد افكتس، فيفضل استخدام النون ارجوت جروب اللي هي البرامي بيكسول كاكزامبل والروبيرين. الدوبامين اجونست يعتبروا الفيرست لاين ثيرابي فور باركنسون ديزيز. امتى؟ لما يكون مايل تو مودريت وفي اليونج ايج. ليه؟ لانهم less effective than ليفودوبا، لكن فيهم ميزه مهمه جدا انهم less dyskinesia. ليه less dyskinesia؟ السايد افكت اللي احنا شفناه مع ليفودوبا اقل كتير هنا في الدوبامين اجونست، لانهم less fluctuation، لان احنا قلنا ان الديسكاينيجيا ميكانيزم مهم جدا اللي هو pulsatile stimulation of receptor of dopamine receptor، وده بيحصل مع الفلكتويشن. هنا less fluctuation لان التي هاف بتاعته بتبقى اطول، والابزوربشن بتاعه بيبقى افضل، وما بيتاثرش بحكايه البروتين والديلايد والكلام ده كله. ممكن استخدم الدوبامين اجونست بلس السينمت الاثنين مع بعض؟ ممكن طبعا. لو كنت بادئه بالسينمت واحتجت ان انا اضيف الدوبامين اجونست في حاله مثلا ان بدات تحصل فلكتويشن في الريسبونس زي الاون اوف والويرنج اوف والكلام ده، بحاول اقلل الفلكتويشن بالدوبامين اجونست. او ممكن اكون بدات بالدوبامين اجونست والعيان مش بيستجيب او ما بيتحسنش، وبالتالي بضيف بعديها السينمت. يبقى دولت التو انديكيشنز. اول حاجه في المايلد كيسز كفيرست لاين، في المايلد تو مودريت كيسز، وخصوصا في اليونج ايج. ونمبر 2 ان ممكن يستخدم بلس كادجفنت للسينمت في حاله ان بيقلل الفلكتويشن وفي الريفراكتوري كيسز. What are the adverse effects of dopamine agonist؟ بما انهم دوبامينرجيك فبيبقى ليهم شويه سيميلر سايد افكتس لايك ليفودوبا، زي السايكوتيك سيمتومز هالوسينيشن او الديسكاينيجيا، ولكن هما اقل طبعا ديسكاينيجيا لانهم اقل فلكتويشن. ممكن كمان بريفرال نوزيا وبوسترال هايبوتنشن تحصل، لكن ليهم فيري كاركترستيك سايد افكت اللي هو الامبلس كنترول ديس اوردر، وخصوصا مع البرامي بيكسول عشان ليه دي 3. الامبلس كنترول ديس اوردر، امبلس يعني فكره، امبلس فكره انه يعمل شيء معين. الفكره دي بتبقى اسوشيتد معاها تنشن، يعني يحس ان هو في سيفير انكزايتي وارج انه يعمل ينفذ الفكره دي. وديورنج اكت زي الباثولوجيكال جامبلنج او هايبر سيكشواليتي، يعمل الليجال سيكشوال ريليشن شيب، في الحاله ديت بيبدا ديورنج اكت بيبقى بيحس بالبليجر وبيريليف الارج والتنشن ده. لكن بعد الاكت، بعد ما ينفذ الفكره خلاص، ممكن بعضهم يحس بالجلت فيلينج. دي اللي هي الامبلس كنترول ديس اوردر، فيري كاركترستيك للدوبامين اجنست. في كمان الداي تايم سليبنس، يبقى نايم على نفسه طول النهار. وطبعا البروموكريبتين قلنا لانه ارجوت بيبقى فيه فازوسبازم وكاردياك اند بالمونري فايبروزز، دي من ضمن السايد افكتس بتاعته. نيجي بقى للابومورفين، وده انذر دوبامين اجنست. Very rapid onset، بيشتغل within minutes و short duration بكتير من تلت ساعة لنص ساعة، وده بيستخدم for emergency ال off phenomena، يعني العيان فجأة اتخشب واكاينيجيا ومش بيتحرك، ده بنسميه rescue medication، ان انا بحقن على طول subcutaneous parenteral فقط، subcutaneous بحقنه وفي منه pen اهو، على طول بيريليف ال off phenomena. مشكلته طبعا انه short duration،
وكمان بيحتاج انتي ايميتيك لانه بيعمل سيفير ايميسيز، هو كان بيستخدم اصلا فور ايميسيز تو انديوس ايميسيز، فهو ايميتيك دراج، فبحتاج ان انا استخدم معاه انتي ايميتيك دراج. الامانتادين احنا كده خلصنا تاني مجموعه اللي هي مجموعه الدوبامين اجونست. نيجي بقى للامانتادين، والامانتادين احنا اتكلمنا عليه وقلنا ان ممكن استخدمه في المايلد كيسز لوحده، very mild very early، في بعض جايد لاينز قايله انه ممكن استخدمه، لكن هو غالبا بيستخدم مع الليفودوبا عشان ازود الاكشن واقلل الديسكاينيجيا زي ما احنا قلنا. الميكانيزم اوف اكشن ليه ثلاثه ميكانيزمز، اول حاجه على الدوبامين ريليز ان الدوبامينرجيك، وانه ليه شويه انتي كولينرجيك ضعيفه، وشويه بلوكيد للنامدا ريسبتور، والبلوكيد للنامدا ريسبتور هو اللي بيخلي ليه انتي ديسكاينيجيا وقلناها قبل كده. الامانتادين سايد افكتس بتاعته اول حاجه انسومنيا، فلما بدي امانتادين اديه الصبح لانه هيعاكس النوم. كمان ممكن يعمل شويه هالوسينيشن او سايكوتيك سيمتومز لانه دوبامينرجيك، وانكل اديما، وحاجه اسمها ليفيدو ريتيكولاريس، دي فيري كاركترستيك للامانتادين. الليفيدو ريتيكولاريس ما هي الا دايليتد فينز، يعني الفينز مليانه بلاد فبتدي البيربل سبوتنج للسكن ده، وده بيبقى دراج رياكشن، يعني ممكن في حاجات بتبقى كونجينيتال، ممكن بوست هيباتايتس سي بتحصل، لكن في بعض الادويه بتعمل دوت زي من اشهرها الامانتادين والانترفيرون. كمان ممكن كمان بيحصل من السايد افكتس بتاعته ان بيحصل رابيد تولرانس، رابيد تولرانس لانه بيشتغل على ريليز اوف دوبامين، فلما بيخلص الدوبامين اللي ستورد في الفيزيكال بيبدا يبقى فيه تولرانس، رابيد تولرانس ليه. ده بالنسبه للامانتادين. رابع مجموعه من الدوبامينرجيك دراجز وهي الماو بي انهبيتورز او فور اكزامبل السيليجيلين. الميكانيزم اوف اكشن ان السيليجيلين والراساجيلين بيعملوا انهبيشن للماو بي انزيم اللي بيكسر الدوبامين في البرين والبيزال جانجليا، وبالتالي بيزيد الليفل اوف دوبامين، فبيعمل برولونجيشن للاكشن اوف ليفودوبا وبيقلل الفلكتويشن زي ما شفنا قبل كده. في نفس الوقت كمان بيقلل الفورميشن اوف دوباك، الدوباك الميتابولايت دوت بيبقى نيوروتوكسيك لان بيصحب تكوين الدوباك، بيخرج رياكتيف اوكسجين سبيشيز بتعمل زي اوكسيديتيف ستريس وديستراكشن او نيوروتوكسيسيتي للنيورونز. عشان كده بنطلق على مجموعه السيليجيلين والراساجيلين ان هم نيورو بروتكتيف. What are the uses؟ ممكن استخدمهم مونوثيرابي؟ يس، بس في الفيري ايرلي كيسز لما بيكون لسه ما فيش فانكشنال ديسابيليتي، وخصوصا طبعا في اليونج ايج لاني بحاول ريزيرف الايه الليفودوبا للاولد ايج. الادجفنتس ممكن يستخدم طبعا كادجفنت، وهو ده معظم استخدامه، بضيفه على الليفودوبا عشان اقلل الفلكتويشن في الريسبونس زي ما قلنا قبل كده، وبحسن بيه الافيكاسي. What are the adverse effects of MAO-B inhibitors? Number one, insomnia، وخصوصا مع السيليجيلين. كمان ممكن يعملوا hallucination أو psychotic symptoms لأنهم dopaminergic drugs. وفي ال very high dose بي loss selectivity على MAO-B، وبالتالي بيعمل inhibition MAO-A والMAO-B، فهنا بيبقى فيه risk of cheese reaction، بس ما بيحصلش إلا في الدوزز العالية، ولذلك very low risk. طبعا في الحاله ديت لما العيان بياخد اي بياكل مع اي فود ريتش ان تايرامين بيبدا يحصل سيفير هايبرتنشن زي ما انتم عارفين. What is the difference between سيليجيلين and راساجيلين؟ السيليجيلين مشكلته انه بيبقى ميتابولايزد تو امفيتامين لايك ميتابولايت. الامفيتامين كلنا عارفين انه ان دايركت سيمباسوميميتيك، فبيزود النور ابنفرين فيعمل اروزل، عشان كده الجرعة بتاعته بتتاخد الصبح وبعد الغداء، ما يتاخدش بالليل عشان الانسومنيا. اما الراساجيلين مبلوش امفيتامين لايك ميتابولايت، وبالتالي نو انسومنيا. كمان في ادفانتجز ثانيه انه بيتاخد وانس ديلي مش تو دوزز. السايد افكت بروفايل بتاعه اقل، الماو بي انهيبيشن اكبر، والنيورو بروتكتيف افكت بتاعه اكتر من السيليجيلين. بقى لاخر مجموعه من الدوبامينرجيك دراجز وهي الكومت انهبيتورز، فور اكزامبل الانتا كابون. الميكانيزم اوف اكشن اوف انتا كابون قلنا قبل كده انه بيعمل انهبيشن للبريفرال
كومت انزيم، فبيقلل تكسير ال دوبا بريفرالي، فبيحسن البايو افيلابيلتي بتاعتها، وبالتالي كميه الايه ال دوبا اللي هتكراس البلاد برين بارير وتوصل للبيز الجنجلي بتبقى اكتر، فبيعمل برولونجيشن الاكشن اوف ليفو دوبا ويقلل الفلكتويشن. مش كده وبس، كان في انذر ايفكت انه بيقلل البرودكشن اوف ذيس ميتابولايت اللي هو 3 اوميسايل دوبا، اللي كان بيعمل كومبيتيشن مع ال دوبا على دخوله في السي ان اس على امينو اسيد كارير، وبالتالي هيحسن كمان دخول الليفو دوبا اكروس البلاد برين بارير عن طريق انه يقلل ال 3 اوميسايل دوبا، يعني بيضرب عصفورين بحجر، يمنع تكسير الليفو دوبا ويحسن دخوله او يزود دخول البلاد برين بارير عن طريق انه يقلل الميتابولايت اللي هو 3 اوميسايل دوبا. اذا مهم جدا ان انا اعمل كومباينيشن ما بين الانتاكابون اللي هو الكومت انهبيتور والسينمت. وجدوا ان انا لما ادي الليفو دوبا لما بتتاخد اورالي بتتكسر بريفرالي بحاجتين، بالليفو دوبا دي كاربوكسيليز عشان كده ادينا كاربيدوبا، وكمان بيتكسر بالكومت فهدي الانتاكابون. يبقى اذا الانتاكابون وكاربيدوبا مع ليفو دوبا هيبقى كومباينيشن هايل جدا، لانه هيقلل تكسير البريفرال ليفو دوبا سواء بالكومت سواء بالديكاربوكسيليز، فيزيد كميه الليفو دوبا اللي بتكراس البلاد برين بارير وتروح تشتغل في البيزل جانجلي. وفي مستحضر دلوقتي بيستخدم في السوق اسمه ستاليفو. ستاليفو ده عباره عن ليفو دوبا كاربيدوبا يعني السينمت، بس ضافوا عليه الانتاكابون، ودوت فور برولونجيشن اوف اكشن، ويقلل كمان الفلاكتو. يوزز اوف كومت انهبيتورز، طبعا هما بيستخدموا mainly كأدجوفنت ثيرابي للليفودوبا عشان يزود الافيكاسي وبرولونج الديوريشن بتاعتها ويقلل الفلكتويشن سايد افكتس او الموتور فلكتويشن، سبيشالي في الويرنج اوف فينومينا اللي احنا اتفقنا عليها. طبعا بيبقى ادد للسينمت، او ممكن استخدم على طول اللي هي الاستاليفو اللي اتفقنا عليه اللي هو كومباينيشن ما بين ليفودوبا كاربيدوبا ومعاها انتاكابون. What are the adverse effects of COMT inhibitors? Number one, similar to levodopa. احنا قلنا ان هو dopaminergic، يعني ممكن يعمل شويه hallucination dyskinesia، ولكن اقل طبعا من dyskinesia، اقل من الدوبا. ممكن كمان شويه nausea postural hypotension، يعني dopaminergic drug. في حاجه بقى characteristic ليه، انه بيعمل orange urine، وده بيحصل في 10% من العيانين، وما فيش فيها اي مشكله خالص لان ده عباره عن اللون بتاع الميتابولايتس بتاعته، لكن سيف نوت هارمفول ات اول، لكن دي واحده من الكاركترستيك اوف كومت انهبيتورز. كده احنا خلصنا الدوبامينرجيك دراجز، ودلوقتي هنبدا في الانتيكولينرجيك دراجز زي البنزوتروبين او الكوجنتين في السوق او اسمه كوجنتول، والترايهكسفينيدين او الباركينول. في الحقيقة دولت لو بتسمعوا يعني ان فيها يقولك دي دواء الصراصير او ده واخد دواء صراصير، ايه حكاية دواء الصراصير ده؟ الكوجنتين بياخدوا منه او الباركينول، في بعض الناس بيبقوا دواء هلوسة يعني ياخدوه عشان يعملوا هلوسينيشن. طبعا كل واحد بيهلوس على قد حاله يعني، فاللي معهوش فلوس يعني يجيب الاس دي والدي ام تي والدواء الفيل الازرق والكلام ده كله، بيروح يجيب له علبة كوجنتول ولا علبة باركينول وياخدها كلها، لان في الهاي دوز ده اتروبين، والهاي دوز بتاعة الاتروبين بتعمل ايه؟ هالوسينيش، فبياخدوه عشان يهلوسوا. طبعا تسمى دواء الصراصير لان كل واحد بيهلوس على ثقافته، فكل واحد بقى مثلا انت طالب في كلية الطب هتاخد هالوسينيشن تهلوس ان انت بقيت وزير الصحة، واحد تاني مثلا سواء ميكروباص يهلوس ان انا خلاص انا بقيت العاشر كله، فاول واحد خده هلوس كده فشاف صراصير حاجات ماشيه فقال لك ده صراصير، فاتسمى من هنا دواء الصراصير. واحد كنت بقول له يبقى ده بيشتغل ايه؟ قال لي في الالمانيه يا دكتور. المهم هنبدا نشوف what are the uses of anticholinergic drugs. طبعا دي ملحوظه مهمه عشان لما تبقى واقف في صيدليه، بقولها دايما لاولادي في صيدله، لما تبقى واقف في صيدليه وتلاقي واحد جاي لك كده بشبشب وغلبان وماسك لك ورقه ويقول لك اديني الدواء ده يا دكتور، تبقى تعرف ان دوت ممكن يكون بياخده عشان ايه؟ عشان يهلوس، لان هو بيتاخد
مين اللي بياخده؟ يا اما عيان بياخد انتي سايكوتيك دراج او سكيزوفرينيك وبياخد انتي سايكوتيك وعامل له باركنسونيزم فبياخده، او دواء عنده، او واحد عنده مثلا باركنسونيزم وبياخده كانتي كولينرجيك. لكن هيجي لك في روشته كده، لكن لما يجي واحد ياخده كده علبه وعلبتين يبقى اذا اقول له لا ما عنديش. فمن هنا انا بس عايزه افهمك حته دواء الصراصير، لان دي مشهوره قوي في مصر وخصوصا في اللو سوشيال كلاسز. نيجي بقى بالنسبه لليوزز اوف انتي كولينرجيكس في الباركنسونيزم. ممكن يستخدموا كمونو ثيرابي، ممكن، بس في الفيري ايرلي زي ما احنا قلنا، ومايلد كيسز نوت انترفيرنج مع الفانكشن، والعيان بيبقى بريزنتد مينلي مثلا بتريمورز، في الحاله دي ممكن ان انا استخدمه. او ممكن يستخدم كادجفنت ثيرابي مع الدوبامينرجيك دراجز في العيانين اللي عندهم باركنسونيزم، وخصوصا اللي بريزنتد بتريمورز والسيالوريا، لانه بيعمل ايه؟ لان ده اتروبين فبيعمل دراينس للسكريشن. السيالوريا او الدرولينج ديت من السيمتومز بتاعه الباركنسونيزم برضو. لكن المينيوز بتاعه بيستخدم في الدراج انديوزد باركنسونيزم. ايه بقى الدراج انديوزد باركنسونيزم؟ زي ما قلت لك، عيان عنده شيزوفرينيا او شيزوفرينيا وماشي على انتي سايكوتيك دراجز، وخصوصا طبعا لو كانت اللي هي الهالوبريدول، في الحاله دي ممكن يجي له باركنسونيزم ريجيديتي وتريمورز وكذا. فندي في الحاله ديت ايه بقى؟ الانتي كولينرجيك. ليه الانتي كولينرجيك؟ ليه ما نديش دوبامينرجيك دراجز في علاج الدراج انديوزد باركنسونيزم؟ اولا لو انا استخدمت ليفودوبا او دوبامينرجيك دراجز كانوت يوزد، ليه؟ لان الدوبامينرجيك دراجز مقفوله بالانتي سايكوتيك. الانتي سايكوتيك دراج قافل الدوبامينرجيك دراجز، قافلها في كله، قافلها في الميزوليمبيك فعشان كده هو انتي سايكوتيك، وقافلها لي في الايه، في النايجروسترياتال، فلما اجي دوبامينرجيك دراجز مش هتشتغل. الحاجه الثانيه المهمه ان احنا لسه قايلين كل شويه نقول ادفرس افكت اوف ليفودوبا او دوبامينرجيك انهم بيعملوا هالوسينيشن اصلا وسايكوتيك سيمبتومز. فلو العيان اوريدي عنده سكيزوفرينيا هديله دوبامينرجيك دراج، انا هعمل كده اجريفيشن او هزود السايكوتيك سيمبتومز عنده. فعشان كده بشتغل بقى على الكفه الثانيه، مش هشتغل على كفه الدوبامينرجيك دراجز في الحاله دي، انا بشتغل على كفه الاسيتايل كولين وبحاول اقلل الاسيتايل كولين بالانتي كولينرجيك دراجز. ده that's why we use anticholinergic drugs in treatment of drug induced parkinsonism and never use dopaminergic drugs. طبعا الانتيكولينرجيك should be avoided في الالدرلي، وكلنا عارفين الاتروبين avoided في الالدرلي ليه. نمبر 1 memory loss، لانه بيقلل الاسيتايل كولين فبيقلل الميموري. نمبر 2 hallucination، وعشان كده بقول لك ده دواء الصراصير. اليورين ريتنشن، وخصوصا لو كان مين ومعاه مثلا بيناين بروستاتيك هايبربليجيا، في الحاله دي هيقلل اليورين اوت فلو ويعمل مور ريتنشن، فعشان كده بن افويد استخدامه في الاولد ايج. كمان نخلي بالنا ان في الاولد ايج اصلا وفي الباركنسونيزم بيبقى فيه زي جاستروباريسيس او جاست ديلايد في الجاستريك امتنج، ده بيأثر على الابزوربشن بتاع الليفودوبا، وقلنا ان ده واحد من الحاجات اللي بتعمل فلكتويشن. كمان الانتي كولينرجيك بتعمل ايه؟ بتديلي جاستريك امبتنج، فاذا هتقلل برضو الليفودوبا ابزوربشن، فبتزود الفلكتويشن ان ريسبونس اللي احنا قلنا عليها قبل كده. دي برضو من المشاكل اللي بتحصل من الانتي كولينرجيك. طب لو عيان اولد ايج وانا ما اقدرش استخدم له انتي كولينرجيك، عنده بروستيت، عنده كذا، وانا مش قادر اعالج التريمورز بايه واعالج الدرولينج او اللي هي السيالوريا بايه؟ اولا بالنسبه للتريمورز انا ممكن اعالجها بدل ما ادي انتي كولينرجيك ادي بروبرانولول او الاندرول. ليه يا دكتور؟ لان واحده من الميكانيزمات اللي انفولفد او الترانسميترز اللي انفولفد في الباثوفيسيولوجي بتاع التريمورز هي النور ابينفرين والبيتا ريسبتورز، فالبروبرانولول بيعمل انهيبيشن للتريمورز بالطريقه دي. بس طبعا لازم امونيتور الهارت ريت والبلاد بريشر. طب بالنسبه للاكسسيف سالايفيشن او الدرولينج او اللي هو احنا بنقول عليها السيالوريه، لو كونترا انديكيتد ان انا ادي انتي كولينرجيك هعالجها ازاي؟ لوكالي، اما ان انا هدي احقن لوكال بوتيولينيوم توكسين. عارفين احنا البوتيولينيوم توكسين كان بيعمل انهيبيشن للاسيتايل كولين ريليز من الفيزيكلز،
مش كده؟ فبيقل الاسيتايل كولين وبالتالي بيقل الايه؟ السليفري سكريشنز. كمان ممكن نستخدم السابلينجوال اتروبين، يبقى دولت البدائل للانتي كولينرجيك لو كانت كونترا انديكيتد وانا عاوز اعالج الدرولينج او السلايفيشن. بعد ما ناقشنا الانتي باركنسونيان دراجز سواء كانت الدوبامينرجيك دراجز او الانتي كولينرجيك دراجز، دلوقتي هيبقى في سؤال: What is the initial therapy for early Parkinson's disease؟ يعني ابدأ بانهي دواء فيهم؟ في الحقيقة الـ NICE Guidelines 2017 وأكدت على الكلام ده الـ Canadian Guidelines في 2019 إن ممكن أبدأ بالدوبامين أجونست أو ممكن أبدأ بالليفودوبا. ده Level A Evidence في علاج الـ Early Parkinson's Disease. القرار بيرجع للنيورولوجيست، بيشوف السيمتومز بتاعت العيان هل تستحق او محتاجه امبروفمنت اقوى، فبالتالي بيدي ليفودوبا، او لو في فانكشنال ديسابيليتي او في كوموربيديتي او بولي فارماسي معاه بياخد ادويه اخرى وهكذا، ده بيتحط في الاعتبار، وكل دوت اللي بياخد القرار في الاخر النيورولوجيست. كنا قبل كده بنقول ان الليفودوبا بنحاول ناخرها على قد ما نقدر فوق ال 65 سنه، وستيل في بعض الجايد لاينز بتريكومند ده. لكن لما اتعمل مقارنه ما بين الليفودوبا والدوبامين اجونست وطبعا الماو بي انهبيتورز، وجدوا ان الليفودوبا هي اقوى او الموست افكتيف تريتمنت فور باركنسون ديزيز، بيحسن الموتور سيمتومز اقوى واحد. اما بالنسبه للموتور كومبليكيشنز هو اكتر برضو واحد في الموتور كومبليكيشنز، فدوت الثمن. لكن في المقارنه الدوبامين اجونست صحيح هو اضعف منه شويه، لكن الموتور كومبليكيشنز اقل، اللي هي الويرنج اوف والاون اوف والفلكتويشن ديسكاينيجيا والكلام ده كله. طبعا الماو بي ضعيف. اما السبيسيفيك ادفرس افكتس زي الامبلس كنترول ديس اوردر والاكسسيف سليبنس وهكذا، ده بيبقى اكتر مع الدوبامين اجونست، وخصوصا قصه الامبلس كنترول ديس اوردر والاكسسيف سليبنس. فده الثمن، صحيح الموتور كومبليكيشن اقل لكن السبيسيفيك ادفرس افكتس اللي هي سايكايتريك اكتر. ولذلك كريسك بينفيت اصبح الليفودوبا والدوبامين اجونست متساويين كريسك بينفيت، فممكن ابدا بده او ببدا بالدوبامين اجونست او بالليفودوبا، بيرجع الى قرار النيورولوجيست. ودلوقتي هنناقش التريتمنت الجوريزم فور باركنسونيزم ستيب باي ستيب. البيشنت اللي جاي بريزنتد بباركنسونيزم ترياد ريجيديتي تريمرز براديكاينيجيا، اول خطوه بنعملها ناسس التايب. لو كان دراج انديوسد باركنسونيزم، في الحاله دي بوقف الدواء المسؤول وليكن هالوبريدول، وبدي الانتي كولينرجيك دراجز كفيرست تشويس في حاله الدراج انديوسد باركنسونيزم زي ما اتفقنا. اما اذا كان ايديوباثيك باركنسون ديزيز، في الحاله دي في نون فارماكولوجيكال ميجرز زي مثلا الاكسرسايز، نيوتريشنال ثيرابي، ايدوكيشنال ثيرابي وهكذا، وفي الفارماكولوجيكال او الادويه. هبدا بدواء ايه؟ في الحقيقه في اختلافات ما بين الجايد لاينز في الفيرست تشويس في الايرلي باركنسون ديزيز، وان كان متفق اني في معظمهم اني لو فيري ايرلي مايلد كيسز without decline في الفانكشن او ما فيش فانكشنال ديسابيليتي، في الحاله ديت ممكن ابدا بالماو بي انزيم انهبيتور زي السيرجيلين، او لو العيان كان early cases mild with tremor predominant و young age ممكن ادي الانتيكولينرجيكس كبدايه وان كانت ضعيفه. اما اذا كان في functional disability، في الحقيقه النايس جايد لاينز 2017 ممكن الدوبامين اجونست ابدا بيها او ابدا بالكاربيدوبا ليفيودوبا اللي هو السينمت، الاثنين متساويين ليفل A evidence ممكن ابدا بيهم، وان كان other guidelines recommend ان انا ااخر دخول السينمت فوق ال 65 سنه يفضل، واخلي الدوبامين اجونست في اليونجر ايج اللي هم اقل من 65 سنه. لو الدوبامين اجونست ريسبونس بتاعها ما كانش sufficient، في الحاله دي بضيف السينمت بعديها. نيجي بقى للكومبليكيشنز اوف ليفودوبا كاربيدوبا او السينمت. اولا البريفرال كومبليكيشنز هعالجها ازاي؟ الفوميتنج او نوزيا او فوميتنج، هدي الدومبريدون او اللي هو الموتيليوم، وطبعا بافويد الميتوكلوبرامايد او البرينبرين لانه بيعدي بلاد برين بارير وبيديتريوريت الباركنسونيزم. اما اذا حصل بوستشرال هايبوتنشن، في الحاله دي بزود الفلويد انتيك وبدي الميدودرين سواء كان دروبس او تابلتس. نيجي للموتور كومبليكيشنز المهمه اللي بتحصل مع الليفودوبا وازاي اعالجها.
الويرنج اوف والاون اوف فينومينا نتيجه الفلكتويشن. طبعا اول حاجه بعمل باد الليفودوبا اكستندرز، يعني بي اكستند الاكشن او بي برولونج الاكشن اوف ليفودوبا، زي الكومت انهبيتورز والماو بي انهبيتورز الراساجيلين لانهم بيقللوا تكسيره. وممكن كمان اضيف الابومورفين، وخصوصا في الريسك كريسكي ميديكيشن سبكيتينيوس في الاوف اتاكس. ولو ما كانش في دوبامين اجونست مع السينمت بضيف برضو، ممكن اضيف الدوبامين اجونست لنفس السبب تو برولونج الاكشن ويحسن حته الفلكتويشن يقللها. تاني موتور كومبليكيشن اللي هو ديسكاينيجيا او الابنورمال انفلانتري موفمنت. اول خطوه طبعا هنقلل شويه جرعه السينمت او الليفودوبا وبدي معاها امانتادين. الامانتادين هو الوحيد اللي قلنا عليه انتي ديسكاينيجيا لانه نمضى ريسبتور بلوكر. لو العيان اتحسن كان بها، ما كانش ممكن كمان نعمل حاجه اسمها الديب برين ستيميوليشن. الديب برين ستيميوليشن هنا بنعمل امبلانتيشن، وده بيتعمل دلوقتي في قسم النيورولوجي، بيعملوا امبلانتيشن للالكترود بيوصل للساب سلاميك نيوكليوس وجلوبس باليدس بيعمل لها ستيميليشن، فبيحسن الديسكاينيجيا ريزيستنت دي او كمان الموتور فلكتويشن، او اذا كان في اللي هي سب اوبتيمال كنترول رغم ان انا عملت كل الكومباينيشنز دي. يبقى ريسنتلي الديب برين ستيميليشن، وكمان دلوقتي بقى في الانترا جوجينال ليفودوبا كونتينوس انفيوجن، في جهاز دلوقتي زي كده بتاع الانسولين بامب بيبقى فيه كونتينوس انفيوجن الليفودوبا كاربيدوبا. الاثنين دولت بقوا بيستخدموا في جايد لاينز كتير بتريكومند في حاله الموتور كومبليكيشنز اللي هي الاون اوف والويرنج اوف والديسكاينيجيا او في سب اوبتيمال كنترول بعد ما اكون استنفذت الميجرز اللي اتفقنا عليها. نيجي للسايكايتريك كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل برضو مع السينمت. الدبريشن لو حصل بدي طبعا نمبر 1 فيرست لاين اس اس ار اي ليها ترايسايكليك انتي ديبريسنتس. لو حصل سايكوزس هالوسينيشن وسايكوزس في الحاله دي ايه الانتي سايكوتيك اوف تشويس؟ بندي كويتيابين او الكلوزابين وبن افويد بقيه الانتي سايكوتكس لانها بتديتيريوريت او بتزود الاكسترا بيراميدال بدرجات مختلفه. وكمان لو حصل السايكوزس بنضطر ان احنا نريديوس الدوز بتاعه الانتي باركنسونيان دراجز سواء كانت الدوبامينرجيك او لو كان بياخد انتي كولينرجيك بنقلله او بنشيله. في كمان ريسنتلي البيمافانسرين وده ابروفد من الاف دي اي، ده على البوست جراد مش على الاندر جراد في 2016، وهو 5 اتش تي 2 اي انفرس اجونست. ده ابروفد من الاف دي اي فيري سبيسيفيك للسايكوزز سكندري للباركنسون ديزيز لان ليه سايد افكتس قليله مقارنه بالاذر دراجز اللي هو كويتيابين وكلوزابين وفيري افكتيف. لو حصل ديمنشيا في الليت كيسز طبعا اوف باركنسون ديزيز ممكن كمان يحصل ديمنشيا، في الحاله دي بندي الريفاستجمين وده الفيرست تشويس ابروفد من الاف دي اي للباركنسون ديزيز ديمنشيا. في الحقيقه جايد لاينز الثانيه برضو ريكومند نايس جايد لاينز قال ان الفيرست تشويس، بس ممكن كمان ابدا بالدومبزيل مفيش مشكله ليفل اي ايفيدنس سواء كان الريفاستجمين او الدومبزيل. كده احنا خلصنا الالجوريزم فور تريتمنت اوف باركنسونيزم. ثانك يو.